عرفنا اكتر عن الايام اللي فاتت فيها سيدنا، واهم يعني الطقوس او الحاجات اللي نيابتك بتبقى حريص انها تبقى موجوده في هذه الايام. انا شايفه اعداد بره يعني حقيقي كبيره جدا، وبركه الاصرار والمشوار، وشايفه كمان في مسافه طويله بيدخلوها بدون عربيات ومعاهم اغراضهم، فاكيد كمان حابه الناس اللي مش قادره تيجي تعرف اكتر وتاخد بركه. هو طبعا الاحتفال، احنا بنحتفل بالقديسه ديميانا في عيد استشهادها في 13 طوبة، بس ده بيبقى احتفال يعني الشعب بيبقى على قد شعب المنطقة، وحتى لو جم زوار بيجوا على أساس زائر اليوم الواحد باش فيها كم. لكن الاحتفال الأكبر بيبقى في تكريس كنيستها يوم 12 بشانس اللي هو 20 مايو، وده بيبقى لمدة 8 أيام من يوم 12 ليوم 20. ناس متعودة بتيجي بتسكن خيام، في عندنا بيت ضيافة، في غرف برضو بيسكنوا فيها، بينتظروا زفة الأيقونة بتاع القديسة ديميانا. احنا بنخرج من قدام الكنيسة هنا او من قدام المطرونية، بنلف في وسط الخيام الزفة بتاعة الأيقونة، نخرج برا الدير. برا الدير يعني مش كتير قوي يعني. وندخل في الشارع ده كله، وبعدين نرجع تاني بالزفة وندخل على الكنيسة نعمل العشية. طبعا بيبقى فيه 3 قداسات في اليوم، في قداس اول في القبر، في قداس تاني وتالت في الكنيسة الكبيرة. بنعمل جدول خدمة لأباء الأبرشية، ده غير الأباء الضيوف اللي بيجوا لنا مع رحلات او كده. وبيبقى فيه معمودية شغالة، بيبقى فيه قداسات، بيبقى فيه عشيات. محبة الناس للقديسة ديميانا هي اللي بتجيبهم، و بصراحة وجود الناس برضو بيعمل كده، بيبقى احتفال شعبي. يعني هو احتفال كنسي وفي نفس الوقت احتفال شعبي. مهم يا سيدنا الاحتفال الشعبي، مهم ان الناس تشارك. هو طبعا بس طبعا انا نفسي ان هو يبقى احتفال روحي اكتر. انا باستمرار كل احتفال بنبه ان اللي جاي عشان الصلاة، جاي عشان التناول، جاي عشان عشية وزفة وتمجيد، مش جاي ترفيه شوية، مش جاي عشان يبقى فيه ترفيه. احنا هنا بنحاول ان احنا نتحكم في المواضيع دي، واي حد خارج عن كده بنحاول ان احنا نوقفه. يعني في ناس بتبقى جايبة تسجيل وسماعات بنتحكم فيها، في ناس بتبقى جايبة طبلة ورق ونظام بقى تسقيف ونظام برضو ترانيم بس بمجموعات كده وكده، فما نحبش كده، لان ما ينفعش ان يبقى في كنيسة فيها قداس او فيها عشية او فيها تسبح بعد كده ويبقى بره الكنيسة في طبل وسقف. فبنحاول ان احنا نتحكم. رسالة نيافتك النهاردة للي جاي يحتفل معاك تقول له هو اللي جاي عشان الكنيسة، جاي عشان ياخد بركة عشية، جاي عشان ياخد بركة قداس، مش جاي عشان يهيص ويسقف ويطبل ويقعد في الخيمة يوم او اتنين او ثلاثة وبعد كده يمشي. ويعني انا اخطيت في التعبير اللي انا قلته، انا قلت للناس اللي جاي مش بهدف روحي، هو يريح في بيته وفي نفس الوقت هيريحنا، لانه مش هيعمل دوشه ومش هيعمل هيصه وزحمه الاخرين، زحمه على الفاضي.